ما عدا واحد ضبعة ولا خمسة البلدان يعني معدودة على أصابع اليد الواحدة. المستوى النقل الحضري ماشي في المستوى اللي كيطلبوه المواطنات والمواطنين، ماشي في المستوى ديال المغرب اليوم، غادي كنظن بأننا متفقين عليها. في الماضي جربنا جميع الحلول، وكالات النقل الحضري، شركات خاصة، لحد الآن ما لقيناش النموذج اللي يصلح لنا، لحد الآن ما لقيناش. اليوم كاين نماذج اللي غادية واللي عاولنا أننا إعادة النظر فيها، علاش؟ لأنها ما يمكنش تكون مستدامة. اليوم الإخوان كيديروا لها الدار البيضاء، الدار البيضاء مليون درهم في النهار. الرباط سلا تقريبا نفس الشيء. ما يمكنش هذا النموذج يمشي بعيد. إمكانيات الجامعة الترابية محدودة، إمكانيات الداخلية وزارة الداخلية باش تعاون، يمكن تعاون دينا، يمكن تعاون جوج، ما يمكنش تعاون المغرب كامل في هذا الإطار. لهذا خصنا إعادة النظر في النموذج. النموذج الجديد لقيناه باش نشرحو لكم بسهولة. في القريب العاجل من الأيام إن شاء الله، راه قلت في التدخل، غنشريو 3500 حافلة لواحد المجموعة ديال المدن في 3 سنين الجاية. غنبداو بالمدن الكبرى بطبيعة الحال، وحنا هوادي المدن، هاد المدن غنعطيو الحافلات، يعني الدولة اللي غتشري الحافلات، الدولة والجماعة الترابية غتشري الحافلات، والتسيير غيكون من طرف شركات الخواص. وهنا كنوجه نداء للشركات المغربية، لأن عندنا إشكال في الشركات المغربية، ما تلقاوش شركات اللي تسير. حرام حرام أننا اليوم خصنا نجيبوا شركات عالمية باش تسير لنا النقل الحضري داخل المدن. لهذا كنطلب الشركات المغربية أنها تدخل هذا الميدان، لأنه ميدان اللي خصنا الشركة المغربية تكون فيه، في ميدان تسير وفي ميدان التصنيع، ولا يعني التصنيع ولا الانتيغراسيون، يعني التجميع ديال هذه الحافلات. إذا طريقة العمل ديالنا في السنين المقبلة من دابا لأربع سنين ولا 5 سنين الجاية احنا حددناها. التدخل ديالنا راه بدا، ماشي عاد غندخلوا، راه بدا في 3 سنين الجايه، يعني من دابا 27 المدن الكبرى كامله غيكون عندها واحد المستوى النقل في المستوى ديال اللي كيطلعوا له المغاربه المغربيات والمغاربه. الهدف ديالنا بان في القريب العاجل يكون مستوى النقل في احسن مستوى. وفي نفس الاطار العقود اللي كاينه اليوم سيتم إعادة النظر فيها باش تكون عقود اللي هي متوازنة، لأن أغلب العقود اللي عندنا اليوم غير متوازنة، يا إما مستوى الخدمات ضعيف، يا إما مستوى اللي هو تقريبا سميتو لكن بواحد الكلفة غالية جدا علينا اليوم. لهذا سيتم إعادة النظر في جميع العقود اللي هي موجودة اليوم. إذا كيف قلت، حنا كنلتزموا في 3 سنين الجاية إن شاء الله جميع المدن المغربية الكبرى في البدايه غيكون عندهم اسطول النقل ومستوى النقل في المستوى اللي مطلوب، وان شاء الله غيتم التعميم ديالها على صعيد الوطن ككل ان شاء الله. وشكرا.